فقط يكون واحد السؤال للشباب اللي كيشاهدونا، كم من مرة بحثتوا على الفرص ولا شاركتوا في مثل هذه الفرص، السفر مجانا ولا السفر يعني بأقل تكاليف، بحثتوا ولا لم تبحثوا أبدا؟ أنا حابة نعرف إذا كنتوا بحثتوا خليوا إيدكم هكذا. عايشة ورنيم بحثتوا، وكيف كانت تجاربكم بالمختصر؟ يعني شاركتوا ولا فقط كان بحث بدون نتائج؟ لا لم تبحثي. لماذا؟ واش ما عندكش اهتمام بالسفر ولا شنو بالضبط؟ أنا الإجابات اللي بتطلع لك شكلها ما بتطلع لي، مش طالع عندي. ما كتطلع لي لا، وكتطلع لي ايدي هكذا. آه شايف الأيدي. بحكم الدراسة ولا مرة بحثت. أنا بشوف صراحة هو أسهل طريقة وأسرع طريقة لإيجاد هاي الفرص، لأنه موجودة وسهلة. يعني مشكلة لما نبحث على جوجل ما بكون عندنا ثقة عالية، مش دائما في ثقة بالفرصة، انه هل هي فرصة حقيقية ولا مجرد محاولة للإعلان. لكن في موقع وركاوي، لا، كل الأشخاص الموجودين فيه هم أشخاص فعليا ممكن ترسل لهم، وخلال يوم بكونوا قايلين لك انه اوكي خلص تمام، أهلا وسهلا. أنا فهو صراحة موضوع أنا صراحة لقيت مجموعة من النتائج. ما عرفت كيف الشباب كيقولوا بأنهم ما لقاوش مثلا فرص مناسبة. يمكن اللي كان لاحظ صراحة مجموعة من الشباب مع الأسف ما كيديروش مجهود في أنهم يبحثوا على الفرصة ولا يشاركوا فيها ولا حتى يتشجعوا فيها. ف شنو ممكن تقول على هذه النقطة بالضبط وتشجعهم؟ يعني إذا ما بنبحث أكيد صعب نلاقي. هو بيعتمد على كل واحد وشغفه. يعني كثير صعب نوصل للمكان إذا ما حطينا الجهد اللي وصلنا له هذاك المكان. فبالتالي دائما تخيل أنت شو اللي بدك توصله من خلال تجربتك التطوعية، أو من خلال سفرك، من خلال شغفك، وشوف إيش اللي أنت ممكن تحطه لهذا الشغف. يعني في ناس بوصلوا لقمة إيفرست بالآخر في رحلاتهم بالسفر، لكن التعب اللي بتعبوه بكون تعب مستاهل الوصول لقمة إيفرست، وفي ناس مش مستعدين يتعبوا هذا التعب. فبالنسبة لهم السفر هو بس الفرص اللي بنلاقيها جاهزة، لكن اللي بوصل قمة إيفرست شعوره مختلف تماما عن شعور اللي بس بوصل لعند معلم أثري وبروح. فبالتالي صحيح. يسأل نفسه شو ال قيمة التجربة اللي أنا بدي أوصلها. وكل ما التجربة بدها تزيد طبعا الجهد، لكن هاي زي يعني اللي احنا قاعدين نحكي فيه أنا وياك، طبعا هاي كلياتها أبواب لكل واحد عماله بشوف، عمالنا نعطيهم إياها عشان يقدر يوصل للمكان اللي هو بده إياه. ويعني احنا موجودين هون للمساعدة إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. وحتى أنت في قناتك وحتى عندك في صفحتك على الإنستغرام كتشارك مثل هذه النصائح مرة مرة، كنشوفك شاركتيها. فبديت أنا كنفكر كنقول شنو ممكن يكون موضوع اللايف الجاي، وشفته هو كيقول تكلمنا على موضوع أقل تكاليف، سفر بأقل تكاليف. قلت له أنت اللي محتاجك تعمل معايا الموضوع الجاي والله العظيم، لأن الشباب كلهم كيسولوا على طريقة كيف نفعل هذا وهذا. فكل ما كيشوفوها من تجارب أشخاص حقيقية كيتشجعوا حتى هم يعطوا فرصة لأنفسهم. وهو يعني في كثير ناس السفر مستحيل، وبتيجي بتشوف نفس الشخص اللي بيحكي لك السفر مستحيل عشان المشاكل المادية، بتلاقيه كل يوم بيشتري باكيت سجاير الدخان، صحيح. أو عماله كل يوم بيطلع بأرجل شيشة، كل يوم بيشتري كاسة ستاربكس بخمسة دولار. إحنا قاعدين الموضوع ترتيب أولويات. إذا في نهاية السنة إحنا فعلا كان شغفنا في إنه بدنا نعيش تجارب جديدة ونسافر، بنبدأ نفكر بوين عم بنحط فلوسنا، بننسى عاداتنا السيئة أو اللي مش عم بتوصلنا لمكان، زي التدخين، الشيشة، القهوة ممكن نقللها. إذا بلشنا نحط فلوس بنلاقي إنه في نهاية السنة عندنا فائض مال كثير كبير يوصلنا صحيح. لأننا نسافر. لكن السؤال، هل أنت راح تحط أولوياتك
في السفر، في الشغف تبعك. هون السؤال، انا شخصيا لما بلشت اسافر كل اصحابي بيعرفوني، انا قليل جدا ما اطلع على المطاعم الغاليه، قليل جدا ما انا ما بدخن ما بارجل، كل مخي وكل تركيزي باني اجمع المبلغ الكافي اللي يطلعني على الرحله القادمه. سهل اذا حطينا مخنا فيه. بيجي شخص بيصير بده يسافر لكن بده يطلع بزنس كلاس، بده ينزل فندق 5 نجوم، بده يدور على اساليب الراحه. فالسؤال، هل انت بتدور على اساليب الراحه ولا انت عم بتدور على تجربه؟ في عندنا اولويات صحيح. مختلفه، اولوياتنا في الترتيب الصحيح اللي بيناسبنا راح نوصل لاي مكان بدنا اياه، خصوصا يعني بموضوع السفر. الموضوع غير مكلف، غير صعب، متعب، لكن المردود منه الثقافي والمعرفي يعني الرضا الذاتي، الواحد بيتعرف على حاله بالآخر، هذا بسوى كل فلوس الدنيا. صحيح، حتى الأشياء اللي كنت تعلموها سبحان الله من هذه الثقافات المختلفة، كتحس بنفسك وكأنك أصبحت إنسان جديد، وكأن واحد كانت عندك طريقة تفكير لهذه الدرجة، يعني هكذا من بعد كتولي عندك من زوايا مختلفة، لأن كتشوف بأعين الآخرين. وصراحة شفت حتى صديقة عندي في حتى هي اسمها نور، رحالة جزائرية، وشفتها كتتكلم على هذا الموضوع، السفر بأقل تكاليف، تكلمت على أنه هي ما كتشريش ملابس غالية وكذا، كتجمع دوك فلوس الملابس الغالية اللي نورمالمون تشريهم باش تمشي تسافر بهم للأيام المقبلة. صراحة فكرة رائعة جدا، لو كل واحد فينا يعرف كيفاش ينظم الأولويات وحتى يعرف يجمع المال، فأكيد مجموعة من الناس غادي يسافروا. الموضوع مش صعب. هلا شو السؤال الجاي؟ سؤال جاي، شنو سلبيات السفر بأقل تكاليف؟ سلبيات السفر بأقل التكاليف. نعم، أوكي، ما احنا بالنسبة فهمنا موضوع البنات صعب شوية. خلينا انتم الشباب بعدين تكلموا على أشياء أخرى. شوفي، هي سلبية لكن بنفس الوقت ممكن تكون إيجابية. وجود مساحة راحة، عدم وجود flexibility، أو لا، هو لازم يكون أنت عند الشخص flexibility، لكن مش دائما عندنا المرونة باختيار مثلا المكان اللي ننزل فيه لأنه عم ندور على المكان الأرخص. لما نعمل كاوتش، مش الموقع اللي هلأ كنت بحكي عنه، نسبة في بيوت المحليين، مش دائما راح يكون عندنا الخيار إن نترك البيت اخر الليل، او في اوقات احنا مثلا ما بيكون بدنا نحكي مع صاحب البيت. بس الفكره كلياتها من انه ننزل في بيوت المحليين، انه نتحاور معهم، نحكي لهم عن بلادنا، فاحنا بنكون مضطرين انه نحكي معهم حتى لو احنا مش مرتاحين، يعني مثلا تعبانين بدنا ننام، بس لازم نعطيهم إشي مقابل انه هم مستضيفيننا. بنخسر جزء من راحتنا، لكن بالمقابل التجارب القيمة أغلبها بتيجي من الخروج من منطقة الراحة. بالنسبة لي هاي إيجابية، لأنه السفر صح، بأقل تكلفة بيجبرك تطلع برا منطقة راحتك، ما حتكون مرتاح بالرحلة، بس لما ترجع راح تتذكر كل التفاصيل. صحيح. يعني مين نزل بفندق 5 نجوم وضله يحكي 10 سنين بعديها عن قصة والله كنت في غرفة 5 نجوم؟ طب شو صار؟ ولا إشي، غرفة 5 نجوم حلوة، بعدين ما في صحيح صحيح نازل صحيح. عن ويجوا اصحابه وياخذوه رحله يعني انا مره نزلت كاوت سيرفينج عند بنت في ايطاليا في قريه نائيه. اول ما وصلت على القريه بنص الليل، اخذتني مع اصحابها لاتينيين، وسوقنا ساعه باتجاه قريه ثانيه، ولقينا كانوا رايحين على مطعم عامل هيك ليله موسيقى لاتينيه، وحضرنا حفله. بالنسبه هاي مستحيل تصير لواحد عم بنزل بفندق. سبحان الله، واو. وفي كثير طبعا في شنو أكثر دولة عجبتك ولا كانت الأقرب لقلبك من خلال كل هذه 50 دولة اللي شفتيها؟ أقرب دولة لقلبي، نعم. أقرب دولة يعني كثير بحب البرتغال، الصين، والهند. هاي 3 دول بالنسبة إلي التجارب فيها كانت عظيمة، تعلمت منها كثير. البرتغال من ناحية أهلها جدا طيبين، طبيعتها كتير حلوة. أنا كنت في جزيرة اسمها ماديرا،
علقت هناك وقت كورونا 3 أشهر. تذكرت تذكرت، شفت أعطتني فرصة ستوريات. بالضبط، فأعطتني فرصة كبيرة إني أتعرف على أهل المكان، والجزيرة هي بأصلها جنة، يعني جزيرة هائلة الجمال. فكانت فرصة حلوة. الهند، ما في حدا بروح الهند وبرجع نفس الشخص، يعني حالة اللي كثير منهم بيكون بداية قصة كيف تغيروا، كيف صاروا بدأوا فعلا بحب الترحال من خلال رحلة على الهند، لأنه الهند بتفتح للشخص المجال إنه يشوف مئات الحضارات المختلفة في بلد واحد، الأكلات، الأديان، يعني بدل ما نسافر على 100 بلد بنسافر على الهند حالها، والهند فيها كم تجارب هائل واختلاف كثير كبير، فكثير الواحد بتعلم منه. والصين، الصين نفس الفكرة لكن يعني مفهوم شوي مختلف. نزلت هناك في معبد شاولن، دربت مع كوهان المعبد كونغ فو، وقعدت عندهم أسبوع، جربت كثير تجارب جديدة، خيمت على سور الصين، أكلت عقارب حية، واو. عملت كثير أشياء هناك، وعندهم طبيعة خيالية. انا كان اكثر بلد عجبني ولا تصدمت من الثقافه اللي فيه كان اليابان، وعجبوني الناس في النيجر. شفتي؟ أنا ما رحت سبحان الله، ما رحتيش لهم اثنينهم. انا الهند ما مشيتش لها ولا مره، ولا البرازيل. الهند صراحة حابة نكتشفها، البرازيل ما كانش عندي أبدا فكرة ممكن تكون يعني جميلة. إن شاء الله في المستقبل القريب. البرازيل جميل والله. وشو أكثر جميل. ما سمعتكش، الصوت كيتقطع، ما عرفتش إذا المشكل من عندي. شيء حبيتيه في البلاد اللي رحتيها؟ قصدك اليابان؟ اليابان والنيجر، يعني شو؟ النيجر عجبوني الناس، طيبة الناس، كيفاش كنت حاسة بسعادة اللي سبحان الله كانت طبيعية. هذيك السعادة مازال لحد الآن أبحث عنها في أماكن أخرى. بالنسبة لليابان تصدمت من الثقافة والاحترام اللي عندهم يعني، والشروط اللي كيتابعوها كاملين، يعني ثقافة مغايرة تماما، وعندهم احترام كبير للبشر. ولا واحد كيشوف فيك، ولا واحد كيشوف فيك باستهزاء. وصراحة كل البلدان اللي مشيت لها ولا واحد يعني تعرضت للعنصرية من غير تجربة سيئة. مع الأسف ما كنبغيش نتكلم على هذه التجربة، لأن كنقول شخص واحد من بلاد سيء مستحيل يمثل يعني أهل بلد كامل، وخصوصا أنا لابسة حجاب. أنت شفتي تجارب سيئة ولا لا؟ عنصرية في بلدان ولا لا؟ لا، أبدا. للأمانة إلى الآن أبدا. كان ضلوا كنتي لابس حجاب ممكن. ممكن، صح، لكن موقف عنصرية إلى الآن لا، موقف صفر. أنا موقف واحد فقط الحمد لله. الحمد لله. يعني إن كثير ناس بتخيلوا إنه أول ما تبدأ تسافر ممكن كثير تصير شغلات سيئة، خصوصا أنا كنت في مناطق يعني يقال انه الناس فيها سيئين، ممكن المسلمين مضطهدين، لكن تكتشف انه هاي اقليات لا تمثل اهل البلاد كلهم. يعني مثلا في الهند او في الصين، في التنتين في مضطهدة، لكن في البلدين بتروح وبتكتشف انه الشعب ما له دخل في الاشياء السيئة اللي بتعملها حكوماتهم. بتلاقي اغلب اغلب الناس مضيافين، ما بتعاملوا بتعامل الحكومه، وبتكتشف انه صحيح. الحكومه كلياتها لا تمثل الا انفسها، ما شعوبها، وش في كل مكان. خصوصا مثلا كنت في الباكستان اخر فتره، والباكستان فيها مناطق تعتبر من اخطر مناطق العالم لفتره معينه، حاليا مش كثير خطيره، لكن رحت مثلا على مدينة اسمها بيشاور، هاي على حدود أفغانستان، وكثير ناس حكوا لي انتبه تروح لأنه تعتبر من الأماكن اللي فعلا خطيرة، كان فيها عمليات إرهابية لفترة،
لكن الحمد لله الآن أمورهم تمام. توصل هناك بتكون متفكر، الواحد بيكون بفكر إنه الناس ممكن يتعاملوا معاه بطريقة سيئة، بتلاقي إنه الناس قد ما هم خايفين من، يعني ما بدهم هاي الصورة تنتشر عنهم، وين ما أمشي في كل دقة في كل محل في شخص عمال بيعزمني على شاي، بيعزمني على غدا، بيعزمني أنام عندهم في البيت. ما حدا خلاني يصير معي يعني ولا أي موقف سيء، أي إشي بسيط سيء يصير كل الناس إنه لا بدنا نخلي الزائر تبعنا الضيف تبعنا يحس حاله مكان بين أهله وناسه، لأنهم عارفين في عليهم سمعة إنهم خطرين. وأغلب العالم دائما بيحاولوا يطلعوا أحسن ما فيهم للزوار، صح. بالتالي غلط نحكم على الشعوب من خلال كيف حكوماتهم، أفكار حكوماتهم وكيف بتعامل.